وينضم إلينا عبر الهاتف من برمنغهام رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. سيد رامي، هل هي المرة الأولى التي يستخدم فيها غاز الخردل في المعارك الدائرة في سوريا بحسب المعطيات التي تتوفرون عليها، خاصة بعد إعلان النظام عن تدمير مخزونه من الأسلحة الكيميائية قبل سنتين؟ لا، هذه المرة الثالثة التي يستخدم فيها تنظيم الدولة الإسلامية الغازات السامة، ونحن لا نعلم ما هي نوعية الغازات التي استخدمت في بلدة مارع بريف حلب الشمالي في شهر آب أغسطس الفائت. كان هناك حالات قبلها في شهر حزيران الفائت استخدمت الغازات في الحسكة، مدينة الحسكة وريفها الشرقي، أي أن هذه المرة الثالثة التي يستخدم بها تنظيم الدولة الإسلامية الغازات باستهداف معارضيه، سواء الفصائل الإسلامية والمقاتلة في مارع وقبلها وحدات حماية الشعب الكردي والمدنيين في الحسكة وريفها. شكرا جزيلا لك سيد رامي عبد الرحمن المدير مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، متحدثا إلينا من برمنغهام.